مع ظهور الإنترنت أصبح يمكن لأي شخص العثور على المعلومات التي يريدها في الحال بالضغط على زر واحد، إلا أن هناك بعض المؤسسات التي تسعى إلى حجب ومراقبة المعلومات باستمرار بغرض المحافظة على القوة والتقدم. نقدم لكم اليوم 5 أشياء تسعى العديد من الجهات لإخفائها عنك. حرب أمريكا على المخدرات. بدأت الحرب الأمريكية على المخدرات في فترة كان يواجه فيها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الكثير من الضغوطات من الجماعات المضادة للحرب على فيتنام، بالإضافة إلى الضغوط من الأمريكان الأفارقة الذين كانوا يطالبون بالحقوق المدنية نفسها التي يتمتع بها المواطنين البيض، مما جعل نيكسون يقوم بالتخطيط لهذه الحملة الواسعة على المخدرات من أجل هزيمة معارضيه ليس أكثر، وليس بهدف حماية المجتمع الأمريكي، حيث كانت الجماعات المضادة للحرب تحتوي على عدد كبير من الأشخاص المنفتحين لتعاطي المخدرات، مما سيجعل نيكسون قادراً على إلقاء القبض عليهم بسهولة والحط من قدرهم عند عامة الشعب. ومن ناحية أخرى، كانت جماعة كبيرة من الأمريكان الأفارقة يعانون من الإدمان على الكوكايين، وقد تبين فيما بعد أن المخابرات الأمريكية كانت عاملاً رئيسياً في إحضار هذه المخدرات إلى الأحياء الفقيرة المسكونة بالأمريكيين السود في محاولة شنيعة لتدمير سمعتهم وإثبات أنهم لا يستحقون نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون البيض. تم إثبات هذه المؤامرة عن طريق بعض التقريرات الحكومية التي ظهرت على مر السنين، بالإضافة إلى اعترافات العديد من الموظفين الحكوميين الذين كانوا مشتركين في تلك المؤامرة، من ضمنهم أحد كبار المساعدين لنيكسون نفسه، حيث قال هذا الرجل أن نيكسون كان العقل المدبر وراء هذا الموضوع كله، كما أنه قام بتضليل الشعب عن طريق حملات دعائية ضخمة تهدف إلى إظهار مشكلة المخدرات في أمريكا بشكل أكبر وأسوأ بكثير مما كانت عليه في الحقيقة. بناء قنبلة نووية. بناء قنبلة نووية هو شيء صعب للغاية، لكنه ليس بالصعوبة التي يعتقدها معظم الناس، حيث أن هناك أفراداً قادرين على بناء قنبلة نووية إذا تم إعطاؤهم المواصفات المحددة لها والوقت الكافي. ورغم صعوبة الحصول على هذه المواصفات، إلا أن هذا لم يمنع مجموعة من الأشخاص من بناء واختبار قنابل نووية خاصة بهم. قامت هذه المجموعة التي تدعى أوم شينريكيو بشراء قطعة أرض تقع في وسط الصحراء الأسترالية، ثم بدأوا ببناء القنبلة وتعدين اليورانيوم من المنطقة بدون أن تتم ملاحظتهم إطلاقاً، حتى أنهم قاموا بتفجير قنبلة نووية في المنطقة كاختبار، مما أدى إلى ارتجاجات تشبه الزلزال، وهذا بالضبط ما اعتقدته السلطات الأسترالية وقامت بإغلاق التحقيق على أنه زلزال غامض، ولم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد 2 سنين عندما قامت هذه المجموعة بإطلاق قنابل غاز السارين في مترو الأنفاق بمدينة طوكيو اليابانية، حيث تم ربط الأحداث ببعضها عندما قامت السلطات بإجراء تحقيق موسع مع المجموعة. ماذا يحدث في مطابخ المطاعم؟ يعتقد معظم الناس أن مطابخ المطاعم تكون نظيفة دائماً ويتم فحصها بشكل منتظم من قبل الجهات المختصة، إلا أن هذا ليس صحيحاً إطلاقاً، ففي العادة تكون أماكن تحضير الطعام متسخة بشكل دائم، كما أن أرضية المطبخ تكون مغطاة بطبقة مقززة من الشحوم التي لا تزول مهما تم تنظيفها. هذا بالطبع بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي يعاني منها العاملون، مثل الحروق الدائمة أو الجروح التي لا يتم معالجتها بعناية، مما يتسبب في احتمالية دخول الدم أو العرق أو البكتيريا في الطعام الذي يعدونه. كما أن معظم العاملين بالطبع لا يهتمون بغسل أيديهم بانتظام خلال تحضير الطعام مثلما يفعل الناس في بيوتهم، لأنهم يكونون مشغولين للغاية. وهناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث في مطابخ المطاعم، فعلى سبيل المثال إذا قام زبون ما بإرجاع طعامه لأنه يحتوي على شعرة أو حشرة، فإن الشيف يقوم في الغالب بإزالتها وإرجاع الطبق إليه ولا يقوم بعمل طبق جديد كما وعده النادل. أو إذا قام النادل بإيقاع الطبق في المطبخ وهو في طريقه إلى الخارج، فإنه يقوم في العادة بنشله عن الأرض وتقديمه للزبائن، لأنه سوف يواجه مشاكل كثيرة إذا اضطر إلى أن يخبر الطاهي أن عليه تحضير طبق جديد. كتاب وصفات للفوضويين. تم نشر هذا الكتاب الذي يدعى كتاب طبخ الفوضويين الأنوركيين منذ سنوات عديدة، ويحتوي على الكثير من الوصفات السيئة والأنشطة غير المشروعة الخاصة بالفلسفة الأنوركية اللاسلطوية، وهي الفلسفة المعادية لأي سلطة أو محاولة تنظيم للمجتمع.
ورغم أن هذا الكتاب يحتوي على الكثير من الطرق والنشاطات التي عفى عليها الزمن، مثل كيفية اختراق الهواتف العمومية التي لا يتم استخدامها في يومنا الحالي، إلا أنه يحتوي على بعض الأشياء الخطيرة التي ليس من المفترض على الأشخاص معرفتها، مثل كيفية تصنيع القنابل أو كيفية عمل المخدرات التي تسبب الهلوسة في المنزل، بالإضافة إلى أشياء خطيرة عديدة أخرى. ويعرض هذا الكتاب الأشخاص الذين يجربون وصفاته إلى العديد من المشاكل مع السلطات، بالإضافة إلى خطورة تجربة هذه الوصفات على حياتهم. جزر مورورا. تقع جزر مورورا ضمن مجموعة جزر بولينيزيا الفرنسية، ومن المعروف أنه كان يتم استخدامها لإجراء الاختبارات النووية الخاصة بالجيش الفرنسي، الذي من المفترض أنه توقف عن هذه الاختبارات في أواخر التسعينات نتيجة للاعتراض العالمي على استخدام هذه الجزر كمنطقة اختبارات بسبب الإشعاعات النووية والتأثير السلبي على الحياة البحرية الذي خلفته هذه التجارب، حيث قال شهود العيان الذين شاهدوا الاختبار الأول على الجزيرة أن الانفجار كان هائل الحجم، لدرجة أنه تسبب في سحب ماء البحيرة بأكمله ورشه في السماء. كما قالوا أنهم شاهدوا جميع المخلوقات البحرية التي كانت في الماء تمطر من السماء ميتة وكانت متفحمة من شدة الحرارة. المحير في الموضوع أن هذه الجزيرة لا تزال تتمتع بكم كبير من الغموض، حتى أنها مشوشة على برنامج خرائط جوجل، رغم أن جوجل لا تقوم بفعل هذا إلا للقليل جدا من الأماكن، ويكون معظمها سري للغاية، مما جعل الكثير من الناس يتساءلون عن الأشياء التي تقوم فرنسا بفعلها على الجزيرة في الوقت الحاضر. ويظن الكثير من الناس أن فرنسا عادت لإجراء الاختبارات النووية مرة أخرى على الجزيرة، لكنها قررت عدم الإعلان عن الموضوع بسبب الانتقاد الواسع الذي واجهته في المرة الأولى.